بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي رسالة الفضائية في لقاء متجدد من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض خلال حلقاته أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب عبر الاتصال المرئي بصاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله معالي الشيخ. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. أنتم مشاهدينا الكرام نرحب بكم وبأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ هذه الحلقة بعبد الله من السعودية. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله وبارك فيكم. سؤالي بالنسبة لتخفيف اللحية، أنا قرأت أن هناك خلافا في تخفيف اللحية، ولكن أريد القول الراجح. طيب، والسؤال الثاني، نعم، ما حكم حلق اللحية بالكامل يعني بالموس صفر؟ نعم، بس شكرا. شكرا لك يا عبد الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. أم علي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي أربع أسئلة. تفضل يا أم. السؤال الأول، أنا في صلاة المغرب كان يعني حصل حريق في البناية وأنا بصلي وأنا فوق، يعني قطعت الصلاة في الركعة الثانية. نعم. وخرجت برا صليت، بس كنت ماني مركز في الصلاة. وجبت الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. وما عارفة قدمي هل كانت مكشوفة، يعني كان معي عدم تركيز، كنت خايفة وكذا، ما عارفة وما ركزت في الصلاة، هل أعيد الصلاة؟ طيب. والسؤال الثاني، التسليم من لما تسلم على اليمين ما برجع للأمام، طوالي بسلم على الشمال، هيا أرجع ثاني على القبلة وأسلم أم أسلم كذا؟ طيب طيب. والسؤال الثالث، أحيانا البسحة في الأذكار في الصلاة برفع الصوت يعني بالتكبيرات اللي هنا، هل يأثر؟ كيف؟ بس احيانا في الصلاة الجهرية برفع صوتي بالأذكار والتكبيرات في الصلاة، التكبيرات والأذكار في الصلاة بيحصل لي سهو يعني برفع صوتي فيها. طيب. والسؤال الرابع، نحن نعتقد انه مع الغسل يعني ومع الوضوء ما وسواس، هو ده نعرف هل هو طاهر ام نجس؟ ما فهمت. الماء الاغتسال من الجناب، الماء بعد تغتسل هل هو طاهر، ومع الوضوء هل طهرت أم نجسة؟ ما فهمت السؤال، يعني الماء اللي الماء بينزل من الإنسان بعد اغتسل. يوم علي شوي شوي علي، الله يحفظك. الآن الماء الذي تغتسلين به ماذا به؟ هل هو طاهر أم نجس؟ هو مع الوضوء نحن نعرف بس. هل يعني تريدين معرفة طهوره من نجاسته؟ ها؟ ايوه، هو مع الوضوء، هل لما الانسان يتوضا والماء بينزل منه طاهر، اما اغتسل من جنابه هل الماء بينزل من جسمه يعني طاهر؟ ده سؤالي كده. شكرا واضح؟ لك، شكرا لك يا ام علي، تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا لك. ابا خالد تفضل من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هي من فاتحه ولا مو من فاتحة؟ سؤال غيره؟ بس شكرا. تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لجميع المتصلين، حتى تأتي اتصالات أخرى نجدد الترحيب بمعالي الشيخ. ونبدأ بأسئلة المتصلين. عبد الله سأل عن حكم حلق اللحية بالموس والأخذ منها أيضا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حريص على السير على مقتضى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى. وقوله أعفوا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب، لقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقوله اللحى
جمع معرف بأل الاستغراقية فيفيد العموم، فقد أمر بإبقاء عموم اللحية، وبالتالي فالمؤمن مطيع لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. أم علي تقول أنها قطعت صلاة المغرب بسبب حدوث حريق في البناية، ومن ثم عادت الصلاة ولكن دون تركيز ودون حضور للقلب، وأيضا يعني أنها قرأت الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول بسبب عدم التركيز. السؤال، هل تعيد هذه الصلاة؟ أما بالنسبة لقطع هذه الصلاة الأولى فهو خشيتها على نفسها بسبب وجود الحريق في العمارة التي تسكنها، وبالتالي لا حرج عليها في ذلك. وأما بالنسبة لصلاتها لما خرجت من العمارة وأدتها مع انشغال قلبها فصلاتها صحيحة ومجزية ولا تؤمر بالإعادة، ولها أجران متتابعان لكونها مع انشغال ذهنها ومع ورود هذه المعضلة الكبيرة عليها، إلا أنها حافظت على أداء صلاتها في وقتها ومع انشغال قلبها، ومن ثم فصلاتها صحيحة مجزئة وأجرها عليها مضاعف. وقد جاء في الشرع مشروعية صلاة الخوف مع وجود الأعداء ومع وجود القتال الذي يخشى على المسلمين من غائلته، ومع ذلك أمرهم الشرع بأداء الصلاة وصحح الشرع صلاتهم. عند التسليمتين بعد أن تسلم من الجهة اليمنى تتجه مباشرة إلى الجهة اليسرى دون أن تتجه أماما، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، هذا الفعل هو السنة، فإن السنة أن يسلم الإنسان عن يمينه وعن شماله، كما هو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا حاجة إلى أن تلتفت إلى الأمام بين التسليمتين. نعم. تسأل أم علي عن رفع الصوت بأذكار الصلاة والتكبيرات بالنسبة للمرأة. الأصل في الصلوات التي تكون من المنفرد ألا يرفع صوته بالتكبير ولا بالأذكار الواردة إلا بما يسمع نفسه، فهذا هو الأصل والسنة. لكن لو قدر أن الإنسان نسي فرفع شيئا من ذلك فلا حرج عليه ولا يؤثر هذا على صحة صلاته. نعم. سألت في سؤالها الأخير عن طهارة الماء بالنسبة للغسل والوضوء. الماء المستعمل في الوضوء أو الاغتسال ليس ماء نجسا باتفاق أهل العلم، وبالتالي فإنه لا ينجس ما وصل إليه، ولكن هل يجوز استعماله مرة أخرى في رفع الحدث؟ هذا من مواطن الخلاف، فذهب طائفة إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يستعمل مرة أخرى في رفع حدث آخر، وذهب طائفة آخرون إلى إجازته، والقول بجوازه وأظهر القولين، وذلك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم يجز المصير إلى التيمم إلا عند فقد الماء، وهذا ماء طاهر، وبالتالي لا يجوز أن يصار إلى التيمم مع وجوده. نعم. أبو خالد سأل عن البسملة في سورة الفاتحة. البسملة آية مستقلة قبل السور وليست جزءا من السور، وبالتالي فالبسملة ليست آية من سورة الفاتحة، لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله ما أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي،
وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي فلعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، فلم يذكر البسملة. ويدل على هذا ما ورد من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وهذا القول وأرجح القولين وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله على الجميع. وبالتالي لو قدر أن إنسانا قرأ الفاتحة بدون البسملة فصلاته صحيحة ولا يعد قد ترك واجبا وإنما ترك أمرا مستحبا. نعم. أم أنس من السعودية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أنس، ما هي صيغة الحمد؟ صيغة الحمد؟ الحمد إيه؟ وما هي عقب الحمد؟ إذن يعني إذا حمدت الله وشكرته صيغة الحمد، الصيغة الشرعية للحمد وعاقبة الحمد. أي صيغة؟ طيب طيب. يجب علي أحمد الله. أنا ما أم أنس يبدو الصوت في مشكلة، عاود الاتصال، لكن هذا فهمت السؤال عن صيغة الحمد وعاقبته. بارك الله فيك. طيب شكرا لجميع المتصلين. شيخنا المبارك عبر إكس، أم يوسف تقول عند ذهابي إلى المسجد أثناء الصلاة تمر أحد المصليات من أمامي، فهل تبطل صلاتي وهل علي إعادتها؟ قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، كما ورد في الصحيح. وقد جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة تقطعها المرأة، ولذلك يحسن بالنساء أن يتخذن سترة بين أيديهن وأيدي القبلة من أجل أن لا يمر أحد بين أيديهن. نعم. أم أنس تسأل عن الصيغة الشرعية للحمد وعن عاقبته وفضائله. المراد بالحمد الوصف الجميل لله عز وجل بما يتصف به من صفات الجلال وأسماء الكمال، وغاية ذلك أن يصف الإنسان رب العزة والجلال بأعلى درجات نعوت الكمال، وذلك بأن يصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وأن ينفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وحمد الله فيه فوائد عظيمة، منها أن يحمد الله للعبد، ومنها أن يرضى رب العالمين عن العبد، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. نعم. نستأذنكم في هذه الاتصالات شيخنا المبارك محمد من فرنسا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة لو سمحتم. السؤال الأول يا محمد. السؤال الأول، هل يجوز الوضوء مع دفع الخبثان؟ يعني أعلم أن هناك حديث ينهى عن الصلاة مع دفع البول الغائط أكرمكم الله، وهل هذا أيضا في الوضوء؟ وهل ماذا؟ هل هذا أيضا في الوضوء؟ يعني ينهى عن الوضوء مع دفع الأخبثان؟ طيب إيه نعم، هذا واضح السؤال الأول، الوضوء مع مدافعة الأخبثين. طيب نعم نعم أيوة. نعم نعم. السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثاني، أنا ألاحظ في المسجد أن كان كثير من الأشخاص عند السجود يرفعون أقدامهم عن الأرض، يعني سواء كانت إحدى القدمين أو كليهما، ويعني في طول السجود لا يلمس القدم الأرض، وأنا حاولت أن أنصح بعض الإخوة
ولكن لا أعلم ما حكم صلاتهم يعني في هذه الحالة. طيب. هل هي صحيحة أم لا؟ طيب واضح. السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثالث. طيب والسؤال الآخر. نعم. ذاك الشخص أسلم. نعم. ولما نطق بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله، ومن بعد قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونعلم أن اللفظ الوارد أن محمدا رسول الله ماشي عبده ورسوله، فهل هناك أكثر من صيغة في شهادة و... يعني هل تجزي هذه الصيغة أشهد أن لا أيوة. إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أيوة أيوة. طيب طيب بارك الله. تسمع الإجابة يا محمد. شكرا لك. شكرا لجميع المتصلين. شيخنا الكريم شيخ سعد، هنا سؤال الأخت هبة تقول لدي برنامج لمواعيد الصلاة، أحيانا أصلي الفجر عند خروج ضوء الشمس ويوجد ضوء في الخارج، لكن موعد الشروق في هاتفي لا يزال عليه نصف ساعة، فهل يجوز ذلك؟ أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يحافظوا على أوقات الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن ذلك أن أمر الله بأداء صلاة الفجر في وقتها، يبتدي وقتها من طلوع الفجر، وذلك بخروج الفجر الصادق أول بزوغه من جهة المشرق، وينتهي بأول طلوع للشمس في بدء حاجبها. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الفجر بذلك. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد بدء طلوع الشمس، والعبرة في هذا بطلوع حاجب الشمس، فالساعة إنما هي قرينة على معرفة وقت طلوع الشمس، وقد يكون بعض الحسابات حسابات خاطئة، وقد يكون بعضها ليس صحيحا، وبالتالي العبرة بطلوع الشمس. فإذا كانت الشمس قد طلعت وظهر نورها، فحينئذ لا يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة لذلك الوقت. نعم. محمد من فرنسا شيخنا الكريم يسأل عن حكم الوضوء مع مدافعة الأخبثين. إذا توضأ الإنسان مع مدافعة الأخبثين فوضوءه صحيح، ولكنه مخالف لأفضل الأحوال وأحسنها، فإنه إذا قضى حاجته وتوضأ بعد ذلك كان وضوءه بهداءة وتأكد أن الوضوء قد أسبغ على الأعضاء، ثم إنه سيصلي بعد وضوءه، فإذا قدر أنه سيبقى على حالة من مدافعة الأخبثين فيكون قد أشغل ذهنه في الصلاة بأمر خارج عنها. ولذلك فالوصية أن يقضي الإنسان حاجته قبل أن يبدأ بوضوءه، لكن لو توضأ وهو يدافعه الأخبثان فوضوءه صحيح. نعم. أم سعيد من السعودية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ولدي عندي سواق وشغالة. نعم. يزعلون ويوم يزعلون وأنا خاصم، يعني بالحق والله ما خاصم يتعدى عليهم، بس يرضى لا بيت خمسة ريال ولا ريال ولا ريال يرضى، وزاد خدمي مدي وزاد سوى زي شغلة ذات، هل علي فيها حرام ولا لا؟ الراتب ماشي دفعتيهم الراتب. أنت ليش تخاصمينهم يا أم سعيد؟ اللي ما لما جاء في وقته يروح ما عاد يرجع. ايه. وهي لما اشتغلت يقصر أحيانا في عمله. يقصرون. أيوة. طيب. لا والله أنا الحمد لله خاتم القرآن، ولا إن شاء الله ما زلنا على أحد. طيب لكن أبغى أشوف اللي أعطيها أنا من يدي تصلح ولا لا، أعطيتهم سلكوا. يعني أحيانا تعطينهم مبالغ بسيطة، فيعني بسيطة خمسة ريال خمسة عشر ريال عشر ريال هذه بسيطة، مقضى أشتري حاجة من يرضى. طيب وراتب الشهر يأخذ. طيب يعطيك العافية. شكرا لك يا أم سعيد. تسمع الإجابة إن شاء الله.
من أسئلة الأخ محمد من فرنسا، يسأل عن رفع القدم القدمين إحداهما أو كلاهما أثناء السجود. يجب على الإنسان في سجوده أن يسجد على الأعضاء السبع، لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بالسجود على الأعضاء. طيب ناخذ هذا الاتصال حتى يعود لينا مع الشيخ سعد الشتري بارك الله فيه. من معنا؟ سبعة طيب. القدمان، فبالتالي يجب على المصلي أن يضع قدميه على الأرض في حال أفضل أن يكون ذلك مستمرا في جميع أوقات السجود، ولكن لو وضع قدميه على الأرض لحظة واحدة في وقت السجود أجزأه ذلك. أما إذا كان رافعا لقدميه في جميع وقت السجود فإن سجوده حينئذ لا يصح لعدم وجود ركن من أركان السجود، وبالتالي عليه إعادة هذا السجود إن كان قريبا، وإن بعد قليلا وهو لا زال في الصلاة أسقط الركعة التي كان فيها السجود الذي لم يوجد فيه وضع القدمين على الأرض، فإن انتهت الصلاة وهو لا زال في الوقت فإنه يؤمر بإعادة الصلاة متى تأكد أن قدميه لم تمس الأرض في وقت السجود. نعم، معنا أم سعيد. أم سعيد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله لو سمحت، أنا عندي سيارة وأمضي البنات واشترط عليهم أن الدفع بالسعر، فلما أم سعيد أم سعيد يحكمون علي من المبلغ ولا ما يحق لهم، لأن أنا منتفذة بالشهر. أم سعيد معنا ولا راحت؟ أيوه معك. أعيد السؤال الله يحفظك، لأن الصوت تقطع. لديك سيارة ثم ماذا؟ لدي سيارة أنقل فيها طالبات من نفس حينا. تنقلين فيها طالبات؟ أي نعم. ثم ماذا؟ من نفس الحي حقنا، أشترط على أهاليهم مبلغ معين. أي نعم. لما تجي البنت تغيب أو أنها تجي أيام الوطنية وإجازات رسمية لهم يحق لهم أن يخصمون علي، لأني أنا متفقة معهم بالشهر وقلت لهم هذا الشيء. يعني أنت تسألين لما يغيبون ولا لما يصير في إجازات هل تردين المال أو ما تحسبين هذا اليوم عليهم؟ هل أخصم هذا اليوم؟ هل تخصمين هذا اليوم أو لا تخصمين هذا اليوم؟ أو لا أخصمه، أو إن خلاص الاتفاق بيني وبينها أولياء أمورهن بالشهر. أي. يعني ما يتعلق بإجازات بسيب، المهم إنه بالشهر وبس. طيب واضح نعم. جزاك الله خير يا أبوي. شكرا لك يا أم سعيد. بلال من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا ببلال. الله يحفظكم، عندي سؤال. التحويش البنكي هل يقوم مقام التقابض؟ بالنسبة للذهب؟ يعني أنا في شخص يعني أعطيته قرض بالدولار ويريد السداد بالريال، ويشترطون العلماء التقابض للصرف، فهل إذا أقام بالتحويل عن طريق التطبيق يعني أحد البنوك هل يقوم مقام التقابض أم لابد أن يكون وجه لوجه حتى أخذ منه بالريال؟ طيب جزاكم الله خير. شكرا لك يا بلال، وشكرا لجميع المتصلين. من أسئلة الأخ محمد من فرنسا معالي الشيخ، يقول: هل من أراد أن يدخل في الإسلام هل يجزئه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ الدخول في الإسلام نعمة عظيمة، خير كبير يتفضل الله به على بعض عباده، وعلامة الدخول الإقرار بالشهادتين، من أقر بالشهادتين شهادة التوحيد وشهادة الرسالة دخل في دين الإسلام. وشهادة الرسالة تكون بإثبات أن محمدا رسول من الله بوحي منه وبشريعة من عنده، فمن أقر بذلك فإنه يكون
قد دخل في دين الإسلام متى اعتقد مقتضى ذلك، وكل لفظ يدل على هذا المعنى فإنه يثبت به دخول الإنسان في دين الإسلام، سواء قال أشهد أن محمد رسول الله أو قال محمد رسول الله أو قال أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أو بأي لفظ يدل على إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أم مشعل من السعودية تفضلي. ذهبت أم مشعل، آمت الله من السعودية، آمت الله موجودة. طيب شيخنا الكريم الأخ ناصر عبر إكس يسأل عن صحة هذا الحديث، من قال دبر كل صلاة وحين يأخذ مضجعه من النوم الله أكبر كبيرا ثلاثا وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاثا ولا إله إلا الله أيضا ثلاثا، كنا له نورا في قبره ونورا على الصراط حتى يدخل الجنة. تكلم بعض أهل العلم في إسناد هذا الخبر ولم يثبتوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أم مشعل عادت إلينا، تفضل يا أم مشعل. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، هل قراءة صفحتين من القرآن قبل المذاكرة بدعة؟ لماذا؟ يعني لأجل الاستعانة في الفهم؟ أيوة، يعني يثبت الحفظ المعلومات. أي نعم. شكرا لك يا أم مشعل. الأخت أم سعيد تقول أن لديها سائق وعاملة وأحيانا يقصرون في بعض أعمالهم، ويعني تقوم ب يعني تهاوشهم وتخاصمهم، لكن ترضيهم بمبالغ بسيطة 5-10 ريالات مع أنهم يأخذون رواتبهم كاملة، فهل في فعلها حرج؟ الذي نوصيها به أن تخاطبهم بالحسنى وأن تكلمهم بأحسن الألفاظ، وبدل أن ترفع الصوت عليهم تخوفهم من الله، تحذرهم من عقوبته، وتبين لهم الواجب الشرعي، أطيعوا الله فيني ونحو ذلك. هل هناك نأخذ اتصال حتى يعود بذلك؟ نعم، وتكون بذلك ممن اتبع قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. نعم، أحسنتم شيخنا الكريم. شهد تسأل عن أجلكم الله، تقول أنها أحيانا تصلي في البيت وأمام أمام موضع الصلاة مكتبة، وبعد الانتهاء، وهذه المكتبة فيها مصاحف، وبعد الانتهاء من الصلاة تمد قدميها أجلكم الله، فهل في هذا امتهان للمصاحف؟ أمر الله المؤمنين باحترام كتابه ووضعه في المكان اللائق به، بالتالي إن كانت هذه المصاحف مرتفعة عن الأرض فهذا لا يعد من إهانة هذه المصاحف، حتى لو مد الإنسان قدميه للجهة التي فيها الدولاب الذي رفع المصحف عليه. وأما إذا كانت المصاحف على الأرض أو قريبا منه فإنه لا يحسن حينئذ جعل الأقدام ممدودة إلى ذلك الموطن. نعم، أم سعيد لديها سيارة تنقل فيها الطالبات في حيها وتتفق معهم بالشهر، تسأل إذا غابت إحداهن أو جاءت إجازة هل تخصم هذا اليوم أو تكون الحسبة بالشهر؟ هذه المسألة من مسائل القضاء والخلاف، ولذلك فالذي نشير به على أختنا الكريمة أن تضمن ما يحصل الاتفاق عليه في الاتفاقية التي تكون بينها وبين هؤلاء المعلمات صراحة، فتقول لهم ما يتعلق بشأن الأيام التي تغيب فيها المعلمة وبشأن الأيام التي فيها إجازات رسمية ونحو ذلك، فإنه متى كان هناك تصريح بالشرط فهم على ما اشترطوا عليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم،
فإذا لم يكن هناك نص على الشرط فإنه يرجع إلى العرف وما تعارف عليه أصحاب تلك المهنة. بلال من السعودية يسأل عن التحويل البنكي، هل يقوم مقام التقابض؟ الإدخال في حساب الإنسان البنكي يعد قبضا، لأن قبض البنك والمصرف يعد بمثابة قبض الوكيل، وقبض الوكيل كقبض الأصيل، وبالتالي إذا أدخله في حساب الشخص الذي يريد أن يتصارف معه فإنه يعد قبضا تاما، وبالتالي يكون قد حقق شرط القبض المشترط في بيع الأثمان ببعضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. أم مشعل تسأل: هل قراءة القرآن قبل البدء في المذاكرة لأجل تثبيت المعلومة من البدع؟ هذا عمل صالح، وإذا لم يكن له فضيلة أو لم يربط بينهما فإنه لا يعد من البدع، بل يدخل في عموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلاني. طيب، إن شاء الله يعود الاتصال. يرجون نفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. نعم. أم أروى تقول: نحن نعيش في فرنسا وهي من أهل الجزائر، تقول: وأتينا في العطلة إلى الجزائر وأنا لا أود الرجوع إلى فرنسا مع إصرار زوجي بحكم عمله هناك، فهل علي طاعته بالعيش في بلاد غير مسلمة؟ الأصل أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج وأن تكون معه، لأن من مقتضى عقد الزوجية أن تلبي الزوجة حاجة زوجها، وقد قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأما بالنسبة للإقامة في غير بلاد المسلم في بلاد غير المسلمين، فهذا إذا كان الإنسان مظهرا لشعائر دينه قائما بها لا يخفي شيئا منها فإنه تجوز له الإقامة، وأما إذا كان عليه أو على من تحت يده من أولاده أو زوجاته شيء من ترك إظهار الدين فإنه لا تجوز الإقامة في هذه الحالة. والذي يشير به على أختنا الكريمة أن تقنع زوجها وأن تبحث معه على عمل له في بلاد المسلمين، لعله يستكفي بذلك العمل عن السفر إلى تلك الديار. نعم. مصطفى من المغرب، تفضل يا مصطفى. نعم. يا عندي سؤال في بالنسبة للقرض في البنك. نعم. القرض من البنك بالفائدة. نعم. ما حكم الشرع فيه يا أخي؟ أخذ تمويل من البنك بفائدة. قرض مبلغ مالي، مبلغ نعم مالي. نعم، تمويل مالي أو قرض مالي بفائدة. بفائدة، نعم. أي نعم. سؤال آخر يا مصطفى؟ لا، شكرا لكم. شكرا لكم. بارك الله فيك. فهيمة عبر إكس شيخ سعد تقول: هل السنة القبلية لصلاة الظهر 4 ركعات أم 2 ركعتان؟ أريد التفصيل في ذلك. الأظهر من أقوال أهل العلم أنها 4 ركعات، كل ركعتين منفصلة بتسليم، لما ورد في حديث عائشة: من صلى 4 قبل الظهر، وفي حديث أم حبيبة، وقد جاء في الحديث: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ولا تكون السنن الرواتب بهذا العدد إلا إذا أدى الإنسان قبل الظهر 4 ركعات. مصطفى من المغرب يسأل عن أخذ تمويل أو قرض مالي من أحد المصارف ويكون هذا التمويل بفائدة. إذا كان سيأخذ نقودا حاضرة
وسيعيد نقودا أكثر منها بعد مدة، فهذا نوع من أنواع الربا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل. وبالتالي على الإنسان أن يجتنب هذا التعامل، وأن يبحث في طرائق أخرى لتمويل مشروعاته أو موضوعاته ليكون بذلك سالما من الربا. وقد جاءت النصوص بالتحذير من الربا وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يمحق الله الربا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأما إذا كان التمويل بشراء سلعة بثمن مؤجل زائد عن أثمان أمثالها حاضرة، ثم بيع السلعة في السوق بثمن حاضر على شخص أجنبي لا علاقة له بالبائع الأول، فهذا يقال له التورق، وجماهير أهل العلم على جوازه متى كان هذا الشخص قد ملك السلعة ملكا تاما وباعها على شخص أجنبي لا علاقة له بالبائع الأول، ولم يشترط عليه زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد. نعم. هنا سؤال يقول السائل: كيف يصل الإنسان إلى اليقين بالله، وما جزاء ذلك في الدنيا والآخرة؟ اليقين يراد به تصديق خبر الله بحيث لا يرد على العبد شك في ذلك. وقد جاءت النصوص بالثناء على المؤمنين لكونهم بالآخرة هم يوقنون. وقد جعل الله من صفات أئمة الدين أن يكونوا على يقين، كما قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. نعم. هنا سؤال يا شيخنا الكريم، أو الأخت إيمان تريد منكم توجيها، تقول: أرجو من معاليكم إرشاد امرأة تعاني من أذى الناس خاصة أرحامها، كيف تتعامل معهم وهم لا يريدون التعامل معها؟ حاولت أن تثبت لهم محبتها لكنهم رفضوا سماعها وهي تريد الصلة بهم. الصلة بالأرحام والأقارب لا تتوقف على الزيارة والتواصل المباشر، بل يدخل في الصلة الدعاء والثناء وتقديم الهدايا والصدقة والمشاركة في المناسبات. ولذلك إذا سد عليها باب من أبواب صلة الرحم فلتفتح بابا آخر. نعم. فيصل يقول: ما صحة حديث الأعمى واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث لم يثبت من جهة الإسناد، بل فيه علة قادحة، ثم هذا الحديث إنما اشتمل على طلب حي أن يدعو له، فهو طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة النبي أن يدعو الله له بالشفاء، فهذا مما يجوز ولا حرج فيه. فكون الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له فهذا من الأمور الجائزة. نعم. بارك الله فيكم وأعتذر عن المواصلة. طيب. في هذا اللقاء. لا بأس. شكر الله لكم معالي الشيخ سعد الشتري، بارك الله فيكم في علمكم. شكرا لكم شيخنا الكريم. السلام. الله يبارك فيك ويوفقك الخير ويوفق الزملاء. آمين. والمشاهدين، مع السلامة. في أمان الله. أيضا الشكر يمتد إليكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة،
أوصيكم ونفسي بالصلاة والسلام على رسول الله في هذه الليلة المباركة، إلى أن نلقاكم غدا. نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.